طبعا سنترال اوبيسيتي واحده من الكاردينال فيتشرز اوف ميتابوليك سيندروم. سنترال اوبيسيتي اما نسميها طبعا اذر نيمز والفيسرال اوبيسيتي اور ميل باترن اور الابل شيب. وي هاف تو تايبس اوف اوبيسيتي، عندنا الابل والبير، الابل بير اور الميل اند فيميل باترن اوف اوبيسيتي. الريسك مع الاوبيسيتي اكثر شيء بيصير سنترال اوبيسيتي، يعني بيصير الاكيوميليشن اوف فات ابوف ذا ويست، ابوف ذا ويست اور اراوند ذا ويست. سنترال اوبيسيتي، وي ديفاين سنترال اوبيسيتي وين ذا بيشنتس هاف ويست سيركمفرنس اكثر من 102 سنتيمتر اور مور ذان 40 انشز ان ميل اند مور ذان 88 سنتيمتر اور 36 inches in female. إذا كان circumference أكثر من 102 سنتيمتر أو 40 inch معناته patients إذا male patients يعني got obese أو under central obesity. Patients with abdominal obesity are at increased risk for heart disease, diabetes, hypertension and dyslipidemia. طبعا these are the signs of metabolic syndrome, the obesity. مثل ما قلنا هي cardinal features مال obesity. هاي two types of obesity, هاي الابل وهاي البيرل type of obesity، او نسميها male and female pattern of obesity. When the fat accumulate above the waist or around the waist هاي risky راح تكون، طبعا من تكون below the waist less risky. فخطورة هي من تصير male type of obesity. نصير عندنا الابل type of obesity. Central type of obesity. هاي central type of obesity. Male. طبعا these are the things. احنا نشوف الاشياء كلها قاعد تصير سليم. الموبايل وال تي في سكرين. بس الكرش قاعد يكبر هنا. المجمنت اوف اوبيسيتي مثل ما انا حكيت بالبداية انه we have many types to assess whether the patient got obesity. نعتمد either على ال body mass index او نعتمد على ال waist circumference او مرات نعتمد على ال thickness of the skin. The most reliable methods ان اثنين اللي هي ال body mass index الوزن على مربع الطول طبعا very important، او نعتمد على ال waist circumference. طبعا اذا كان البي ام اي بودي ماس اندكس طبعا less than 18.5 معناته patients under weight. normal هو between 18.5 الى 24 و 9 الى 10 يعني حد 25. من عبر ال 25 صار اوفر ويت. فاذا كل بودي ماس اندكس اكثر من 25 معناته البيشنت او البيرسون او الانديفيديوال عنده اوفر ويت، وممكن تصعد تصير كلاس 1 اوبيسيتي، ممكن تصير 35 الى 39.9 يعني لحد ال 40 هاي كلاس 2 اوبيسيتي، واذا عبرت ال 40 البي ام اي معناته البيشنت عنده موربيد اوبيسيتي، موربيد اوبيسيتي او سيفير تايب اوف او اكستريم تايب اوف اوبيسيتي او كلاس 3 اوف اوبيسيتي. فاذا فيري امبورتنت فيري تو ريلاي اون بودي ماس اندكس اكثر من 25، حفظوه اكثر من 25 معناته البيشنت عنده اوفر ويت. وبعدين نقدر نقسمها الى نورمال class 1 class 3 and class 1 class 2 class 3 and morbid obesity اللي هي اكثر من 40 وهاي من عبر ال 40 حقيقه يعني واحده من الانديكيشن اوف بارياتريك سيرجري، او اقل من ال 40 اذا عندها كوموربيديتي هاي واحده من الانديكيشن اوف بارياتريك سيرجري ريدكشن. هاي الاذر ميثودز تو اسس ذا اوبيسيتي هو انكريز ذا ثيكنس اوف ذا سكين. طبعا الويست سيركمفرنس هي السكند امبورتنت ريلايبل ميثودز حتى نقول هذا الانديفيديوال اوبيس. والويست سيركمفرنس از ميجرد وذ ا فلكسبل تيب بليسد اون ا هوريزونتال بلان اراوند ذا ابدومين ات ذا ليفل اوف ذا ايلياك كريست. طبعا داز نوت كومبرس على سكين ولا يعني لا هو راخي ولا ضاق كلش. تيب شود بي بارلل تو فلو and record the measurement at the end of the normal expiration. من يدفع النفس نقدر نقيس احنا السيركمفرنس. الايشين فيميل شافوا بانه بجنوب شرق اسيا والساوث ايست ايشين بوبوليشنز طبعا السيركمفرنس دائما هم ضعاف وكذا، فنقعدهم اقل من المطلوب، فممكن يصيرون جو 80 او جو 90 للميل. فاذا عبر ال 90 للميل او عبر ال 80 للفيميل معناته patients got obesity.
يعني قراءات شوية تختلف. طبعا هنا هو الـ proper measurement of the waist circumference، هذا هو الـ tape measure above the iliac crest. This is the wrong way tight the tape measures. The second important cardinal features of metabolic syndrome هو high lipid hyperlipidemia or high blood sugar or hyperglycemia. Hyperglycemia when fasting blood glucose more than 110 milligram per deciliter. This is fasting hyperglycemia. Or patients already got type 2 diabetes. Or in the impaired fasting glucose tolerance test. Or in the impaired fasting glucose. Or in the insulin resistance. هاي كلها معناته patients in the hyperglycemia. فأما fasting blood sugar عالي أو هو already diabetic patients أو عند impaired glucose tolerance test أو عند insulin resistance. هاي كلها معناته patients in the hyperglycemia. This is the second cardinal features of metabolic syndrome. شو تقصد بالانسولين ريزيستنس؟ انسولين ريزيستنس a condition in which the cells of the body become resistant to the action of insulin. As a result, راح يصير عندنا high level of insulin. High level of insulin are needed in order for insulin to have its effect. فيحتاج يصير عندنا hyperinsulinemia. Obesity is a major cause of increased insulin resistance. Obesity is a major cause of increased insulin resistance. طبعا sedentary people, sedentary lifestyle are therefore more insulin resistant than active people with same degree of obesity. فإذا جبنا هذا obese وهذا obese نفس الـ weight, نفس الـ circumference, نفس الـ body mass index, بس هذا active, هذا non-active يعني individuals, فنشوف insulin resistance أكثر بالـ non-active with the same degree of obesity. Deposition of fat in the liver is common associated with central obesity, besides the fatty infiltration. Many patients with type 2 diabetes have evidence of fatty infiltration of the liver. طبعا اكثر من type 2 diabetes من نسوي لهم ultrasound يقعدوا fatty infiltration of the liver. خاصة إذا كان هو non-alcoholic يعني ما يشرب الكحول وعنده fatty infiltration فممكن type 2 diabetes is important cause of fatty infiltration of the liver. طبعا the resistance of the cells continues to increase over time. راح يزداد عندنا insulin resistance. Blood glucose level remain normal. And when the pancreas can no longer produce enough insulin بعد تتعب يعني تطلع insulin توصل لمرحلة بعد ما تقدر تطلع insulin أكثر. هنا blood glucose level begin to rise. وهنا راح يصير عندنا diabetes. Initially after a meal when the glucose level are at their highest but eventually in the fasting rates too. At this point, type 2 diabetes is present. طبعا هنا راح نشوف ويا obesity, inactivity, genetics طبعا. Post meal glucose نشوف هنا عن insulin response والinsulin resistance. The third cardinal feature بالنسبة لكم of metabolic syndrome is hypertension. الهايبرتنشن يعني يمكن blood pressure above 130 above 135 يعني اكو different حقيقة يعني اراء بس خلينا نقول more than 135 over 85 millimeter mercury diastole this is hypertension. A relationship between insulin resistance and hypertension is well established. فشافوا دائما الهايبرتنسيف individuals عندهم insulin resistant. Insulin is a vasodilator with a secondary effect on sodium reabsorption. However, in insulin resistance, the vasodilatory effect of insulin is lost, but the renal sodium reabsorption is preserved. There is a close association between insulin resistance and hypertension. طبعا هسه nowadays there is increased incidence of diabetes and increased incidence of hypertension among population generally. And they are expected that in 2025 the number of patients who got hypertension is 1,056,000,000 يعني تقريبا مليار و 56 مليون نسمة مصابين بارتفاع ضغط الدم at 2025. فمثل ما شوف very high percentage of people may have a hypertension in the coming years. The other
four important cardinal features of metabolic syndrome هو high dense lipoprotein HDL. HDL is very important. فإذا قل عندنا ال HDL this is a risk factor for definition of metabolic syndrome. The high level of HDL cholesterol seems to protect مثل ما قلنا هو protective cholesterol against ischemic heart disease. فكل ما يقل كل ما أكو increase the risk of metabolic syndrome. Generally speaking هو ال high density lipoprotein طبعا more level مالت increase in women more than in men. فإذا قل in women or in men this is a risk factor. بس هو generally دائما ال HDL أكثر عند النساء من الرجال. لذلك يعني incidence of ischemic heart disease والcoronary heart disease والheart attack أقل عند النساء منه من الرجال. قد يفسر بالhigh level of high density lipoprotein. Triglyceride is very important. It is the major form of fat. يعني major form of fat هو triglyceride which reflect the fact that triglyceride consists of the three molecules of fatty acids combined with molecule of the alcohol glycerol. هو يعتبر backbone in many types of lipid. Triglyceride levels are influenced by recent fat and alcohol intake. فلذلك من يسوي estimation of serum triglyceride لازم يعني should be fasting مثل ما احنا شايفين هنا بالمختبرات من ندزه تحليل serum triglyceride طلع لنا عالي اذا كان patient مو fasting او متغدي وجاي يسوي تحليل العصر فدائما يطلع triglyceride عندنا عالي فيفضل fasting for at least 12 hours a period of abstinence from alcohol is advised before testing for triglyceride فاذا should be fasting وايضا ما يكون ما شارب الكحول metabolic syndrome and inflammation طبعا هو ليش risk يعني احنا مثل ما قلنا اكو associated condition بس مو فقط associated condition اللي هي الكانسر والديمنشيا والبروستيك وال والليفر ديزيز لكن other شافوا an incidence of inflammation is part of chronic subclinical inflammation is part of the metabolic syndrome شافوا انه الانفلاماتوري ماركرز ايضا increase C-reactive protein tumor necrosis factor alpha fibrinogen interleukin 6 and other inflammatory markers are increased in patients with metabolic syndrome